ماذا ندرس التوحيد؟ نيشن بس توحيد نيران بس. لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. شنكي بول الله تعالى نم حق طلارنا خرطة. خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. شنكي بز الله نبريتشن بريتريشن بدنيا كيل. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. الله تعالى برهمنا دا قبول إتمي إلا دا مغير شو التوحيد بلانا. لا يدخل الجنة إلا موحد. هم جنة كذا توحيد ياسرنا كرشاك. سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة خلونا نبر سببه. تكثير الحسنات. هم إذ قام الله ربنا أرتوا. تكفير السيئات. بنا خلار ربنا غفور تلوا. ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ هم برأس الصرار أسين موحد ما يعني برأ الله قطب نشوا. فتقول نعم. هم الله يتشاك هي. يقول لك ما هو التوحيد؟ تقول لا أدري ما يمكن. هم أجر ذا قول أي تلمسة بالميمدم. وممكن يسألك يقول هل أنت مشرك؟ تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. يقول ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا قلت لا أدري قد يقول لك لعلك واقع أنت في الشرك وأنت ما تدري أيضا. إذا لابد أن نبدأ بالتوحيد نتعلم التوحيد.